الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم حبايب متابعين حوا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض كده إيه، نعمل غدوة زي ما أنتوا شايفين كده، صينية فراخ. هنعمل إيه؟ هنعمل صينية حمام، بس حمام كداب، تمام كده. تعالوا هنعملها النهاردة مع بعض إن شاء الله. غدا سهل وبسيط بأمر الله، يعني ربنا يجعل عندكم الخير كله يا رب. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة إن شاء الله، تقدري بيها تطلعي صينية حمام كده هوت جميلة جدا جدا، طعم وشكل ولون وكل حاجة بأمر الله. بس طبعا أختي وحبيبتي، عايزة أفكرك في البداية، أنا عمري ما طلبت منكم اللايك يا جماعة. اللايك واقع جدا جدا جدا، ليه مش عارفة؟ يا إما فيديوهاتي ما بتعجبكوش مثلا، طب ما أنتوا بتدخلوا وبتتفرجوا يعني الحمد لله وبلاقي تعليقات، بس ما بلاقيش لايكات. فيعني فضلا منكم وليس امرا، جزاكم الله خيرا فيا وفي الجميع يا رب ان شاء الله يكرمنا ويكرمكم. اللايك يا حبيبتي لو سمحت، والنبي ربنا يخليكي، علشان اللايك دوت هو اللي بيساعد على رفع الفيديو وبيديني وديكي برضو تعبك، ولكم بالمثل ان شاء الله. تمام كده، يلا بقى مش هطول عليكم، تعالوا نشوف الحمام الكداب بتاعنا هنعمله ازاي. طبعا الفراخ انا جايباها جاهزه ومخليه من عند الفرارجي، تمام كده. زي ما قلت لكم الفراخ جايبها جاهزه من عند الفرارجي، انا خليته هو بيخلي لي طبعا زي ما انتم شايفين كده، بصوا اهو بيخلي الورك تماما من اي عظم فيه اهو خالص بالشكل دوت هنا كده. والدبوسه برضو بتبقى متشاله، بس اللي بتبقى قاعده ايه، بتبقى قاعده اللي هي الرجل ديت اللي هي يعني ايه راس الحمامه، تمام كده. وطبعا الجلد يحافظ لك عليه زي ما انت شايفه بالشكل دوت، علشان تقدري تلمي ايه الورك معاكي كده هوت وتقفليه كويس ومفيش حاجه تخرج منك بره. شايفين الجلد زي ما هو اهو. طبعا انا غسلته ونضفته بعد ما جبته ونقعته في ميه وملح، وزي ما انتم شايفين كده لازم تفتحي ما بين اللحم وبين الجلد. ليه؟ عشان هنشوف دلوقتي تتبيله مع بعض، هنتبل بيها الوراك بتاعتنا. شايفين اهو انا فتحها خالص، بس تخلي بالك وانت بتفتحيها علشان الجلد ما يتقطعش منك، تمام كده. تعالوا بقى دلوقتي نعمل ايه، نشوف التتبيله اللي هنتبل بيها الفراخ بتاعتنا الاول قبل اي حاجه، ونسيبها مع بعض ونشوف مده اللي هنسيبها كمان هتكون قد ايه. الوراك بتاعتنا تمام بالتتبيله الاول اللي هي ايه، التوابل البهارات الباودر، تمام. انا عندي تتبيله تاني بس ان شاء الله الاول هنشوف ديت وبعدين نشوف التتبيله التانيه. معايا ايه من التوابل الجافه بتاعتي، معايا معلقه كبيره ديت بهارات، دي السبع بهارات صراحه، دي عندي من رمضان يعني، تمام كده. السبع بهارات، عندك بهارات فراخ تمام ما فيش مشاكل، يبقى معلقه كبيره زي ما انتم شايفين كده من السبع بهارات، معلقه من الفلفل الاسود اصغر شويه يعني، تمام. معلقه برضو صغيره من الملح، لان انا هحط ملح على التتبيله الثانيه، فهنعادل الملح يعني ما بين دي وبين دي عشان الحاجه ايه ما تملحش منك زياده عن اللزوم. يبقى ملح، وبعد كده هنا دوت معلقه من البصل البودر والثوم البودر، ومعلقه صغيره او نقول نص معلقه صغيره من الجنزبيل، تمام كده. ديت البهارات الايه الجافه اللي احنا هنتبل بيها الوراك، هنخلطها كده مع بعض كلها اهي، تمام. وهنبدأ نمسك الوراك بتاعتنا ورك ورك كده ونتبل بيه ونرش عليه التوابل الجافة دي كلها، نشيل كده اهو بسم الله، تمام اهو كلها كده اختلطت مع بعض. وهبدأ امسك ورك ورك كده بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وترش كده اهو على ناحية اللحمة وبرضو ايه الجلد اللي احنا خليناه من الناحية التانية اهو بالشكل ده، تمام كده. يبقى كده ايه الورك كله اتبل معايا بالتوابل بتاعتي دي، خلاص هعملهم كلهم بالتتبيله الجافه ديت اهي. وبعد كده بعد ما اخلصهم بالتتبيله ديت هنسيبهم 10 دقائق بس، تمام، لغايه لما نعمل التتبيله الثانيه ونشوفها مع بعض ان شاء الله. تعالوا بقى ايه نتبل الفراخ بتاعتنا بالتتبيله التانيه اهيت، واحنا عملناها وسبناها شويه اللي هي البصل زي ما قلت معاكم، وحطيت عليهم حبه فلفل اسود وحبه ملح، تمام. والفراخ اهيت اتبلت بالتتبيله الاولى اللي هي التوابل الجافه زي ما انتم شايفين كده، ما شاء الله كلها متبله معايا اهي، بصوا من بره ومن جوه، والفراخ واللحم كله دعكناه بايه بالتتبيله الجافه. زي ما عملنا بقى في التتبيله الجافه هنعمل بتتبيله البصل، يعني ايه؟ يعني هتاخدي كده من البصل اهو تمام، وهتدعكي الورك كده كله
وتدعكي اللحمه والفراغات بتاعه اللحمه وكده، هنا برضو في مكان العظم اللي احنا ايه اللي خلاه يعني الفرارج، تمام. وتدعكي كده وتدخلي البصل بتاعك بالملح والفلفل اللي فيه اهو، وهدعك الورك كله، معلش بس عشان بايد واحده اهي، تمام. هدعك الورك كله كده اهو زي ما انتم شايفين كده في البصل، تمام اهو بره وجوه وما بين برضو الجلد واللحم كده اهو زي ما انتم شفتوا اهي بالبصل كده. خلاص هدعك كل الورك بتاعتي بالشكل دوت خلاص، وتقفلي تاني كده وتركني الورك بتاعك وهخلص. سبتيها من بالليل، هتسيبيها عادي من بالليل ما فيش مشاكل، ما عندكيش وقت يبقى مش اقل من ساعه، تمام. يعني احنا هنسيب الفراخ بتاعتنا دي دلوقتي ساعه، خلاص انا عاملاها بس يا دوب على طول ايه في نفس اليوم، فما عنديش اكتر من ساعه ان انا اسيبها فيها لغايه لما نكون جهزنا بقى الحشوه الثانيه اللي هي بتاعه الرز والخلطه اللي احنا بنحطها على الرز ونشتغل فيه. ان شاء الله هيكون ايه الفراخ بتاعتنا اتبلت ونبدا نحشيها مع بعض. يلا بينا نعمل حشوه الرز. تعالوا نعمل بقى حشوه الحمام بتاعنا اللي هي ايه الرز زي ما احنا شايفين اهو مع بعض. هنا دوت معايا ايه، معايا دوت نص كيلو من الرز المصري طبعا مغسول ومتصفي، تمام. نص كيلو من الرز المصري، ليه نص كيلو؟ عشان انا عامله حوالي 9 وراك من الحمام، تمام. 9 وراك، يعني لو انت مثلا هتعملي 4 5 نقول في الحدود ديت مثلا هتاخدي ربع كيلو من الرز المصري، تمام. يبقى دوت نص كيلو انا غسلاه ومصفياه. ومعايا هنا كده في الحلة بتاعتي معايا معلقتين من المادة الدهنية السمنة زيت، اي مادة انت تستخدميها مفيش مشاكل. هنخليها تسخن، تمام تمام كده. خلاص هنبدأ ننزل بايه بالرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. هنزل الرز كله، وبعد ما هنزل الرز هبدأ ايه هحمص الرز بتاعي او هفلفله لغاية لما ينشف تماما من المية بتاعته، وبعد كده هنرجع نشوف ايه الاضافات بتاعتنا اللي هنحطها على الرز. بصوا كده الرز بتاعنا بعد ما ايه اتحمص تماما اهو واخد التحميصه المظبوطه بتاعته ونشف تماما من الميه بتاعته كده زي ما انتم شايفين. معايا ايه هنا، بصوا بقى كده معايا هنا في الطبق بتاعي دي بصلايه مبشوره، تمام اهي بصل مبشوره بالمبشره عادي، يفضل بالمبشره يعني. هحط عليها ايه معلقه من السبع بهارات اللي احنا حطيناها على تتبيله الفراخ، معلقه صغيره من الفلفل الاسود والكزبره الجافه ومعلقه من الملح، تمام كده. هنزل بيهم على الرز كلهم زي ما هم كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. انا بنزل بالبصله بعد ما احمر الرز، تمام، في كل تتبيلاتي زي كده بالشكل دوت. لما بيكون في حاجه محتاجه ان انا احط بصل على الرز، حتى في الرز الاصفر لو انتم متابعين معايا وعارفين، لان الرز الاول لما بتحطي البصله الاول وترجعي تحطي عليها الرز، الرز ما بياخدش التحميصه بتاعته وبيبقى معجن معاكي، تمام. لكن لما هتدي التحميصه الاول للرز بالشكل دوت عمره ما هيعجن معاكي حتى لو حصل ان شاء الله يعني بامر الله، تمام كده. هنقلب بقى، هندي الرز التقليبه بتاعت البصل والتوابل ديت كده مع بعض كويس جدا، تمام، لغايه لما يتشرب ميه البصل برده ويرجع يفلفل معانا تاني. خلاص كده الرز بتاعنا اخد ايه التقلبتين المظبوطين تمام 100 100 مع البصل والتوابل، تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هندي الرز معيار الشوربه او الميه، لو عندك شوربه او ميه لازم تكون سخنه على طول، الشوربه مغليه اهي، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، هتديله ايه؟ هتديله معيار مثلا نقول كوبايه ونص، تمام. انا مش عايزه يعني الشوربه ما تغطيش الرز، ليه؟ لان انا مش عايزه الرز بتاعي يستوي تسويه كامله، انا هسوي الرز نقول 3/4 تسويه، تمام، علشان لسه الرز طبعا هياخد ايه، هياخد في الحشوه مع الفراخ ويستوي كمان. خلاص كده بالشكل دوت اهو، بصوا الميه ما طلعتش او الشوربه ما طلعتش فوق ايه فوق الرز. طبعا الرز بتاعنا واخد الملح واخد كل المعيار المظبوط بتاعه. هبدا اول ما هيغلي، وهيغلي على طول اهو لان الشوربه بتاعتي مغليه، تمام، فهغطيه لغايه لما ياخد التسويه بالميه بتاعته، مش هزوده تاني، ونرجع نشوف لسه عندنا اضافات تاني للرز بس بعد ما ياخد تسويته اللي هي 3/4 تسويه. تعالوا بقى كده نشوف الرز بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله الرز بتاعنا خلاص ايه استوى كده، اخد 3/4 تسويه. بصوا بصوا الرز مفلفل ازاي، انا هوريكي كده بايدي اهو، شايفه ليه؟ علشان خاطر الرز بتاعنا مش واخد التسويه الكامله يعني، وكمان عشان احنا ادينا التحميصه المظبوطه للرز في الاضافه الاولى اللي احنا عملناها قبل البصل، تمام كده. هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى نشوف هنضيف ايه على الرز. بصوا كده انا معايا هنا دي بصلايه صغيره او بصلايه متوسطه، بحط عليها معلقه صغيره او نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وكمان نص معلقه من الفلفل الحامي،
عشان ندي الخلطه بتاعتنا بقى ايه شطشطه كده، حبه شطشطه حلوه تديها تطعيمه كده جميله. اللي مش هيحب طبعا الحاجه الحاميه هيشيل ايه الفلفل الحامي دوت. طيب تمام كده، يبقى دي بصله وفلفل اسود وفلفل حار. معايا كمان ايه هنا؟ معايا دول قرن كده فلفل على احمر على اخضر زي ما يكون عندك في الثلاجه، مفيش مشاكل. عندك اخضر فلفل رومي الحشو بتاعنا العادي لوحده برده مفيش مشاكل. تمام، معايا كمان طماطميه صغيره برده اخدت منها ايه اللحم بتاع الطماطميه، بس ما تاخديش البذر ولا لو فيها اي ميه هتصفيها وتاخدي اللحم بتاعها زي ما انا عامله بالشكل دوت اهو. تمام، برضو معايا جزرايه قطعتها برضو كده، ما رضيتش ابشرها بالمبشره، نفس تقطيعه ايه الفلفل والطماطم. خلاص كده، يبقى دول كده الاضافات اللي احنا هنضيفهم على الرز. هنضيفهم كده على البصل اهو، وهنقلبهم كويس جدا مع البصل، ندعكهم كده دعكيهم كويس جدا كده في بعض اهو زي ما انت شايفه كده اهو. تمام، وهضيفهم على الرز واقلبه كويس جدا بعد ما اضيفهم، ونرجع بقى نحشي ايه الحمام بتاعنا. تعالوا بقى ايه شايفين، بس الاول كده عايزه اوريكم، بصوا شكل الرز ما شاء الله، شايفين الرز شكله بهج مفرح جدا جدا ما شاء الله. تمام كده، تعالوا بقى نعمل ايه، هناخد كده الفراخ بتاعتنا. تمام، ما تحطيش الفراخ فوق الرز وتحشي على طول مره واحده، علشان الفراخ بتاعتنا نيه لسه ما استوتش. فلو اتبقى معاكي رز عادي ممكن تاخديه وتسويه في طبق او في حله صغيره تاني والولاد ياكلوه عادي. تمام كده، فما تبهدليش الرز يعني معاكي كله بالفراخ. هناخد واحده واحده كده اهوت ماشي، ونبدا نحشيها على اي حاجه كده بره عندك زي كده بلاستيكه بورد اي حاجه. تمام، وهتاخدي كده من الجنب وتبداي. بسم الله الرحمن الرحيم، هتدخلي في الرز كله. بصي عايزاكي الدبوسه دي تمليها تكبسيها كده بالرز. تمام، بصابعك كده اهو ودخلي. بصي الرز اهو، شوفي انا باخد الرز ازاي اهو، اكبسي كده لغايه لما توصلي لايه لراس الحمامه. تمام، زي ما بنحشي الحماميه العاديه خالص، هتفضلي تدخلي الرز عشان خاطر تقف معاكي كده وتديكي منظر لايه للورك بتاعك، يبقى شكله كده زي الحماميه بالظبط من قدام. تمام، شايفه اخدت معايا رز قد ايه، طبعا طبعا حجم ايه الورك اللي عندك اهو، بس انت بصابعك كده وتدخلي حتى بين ايه الفراغات وبين اللحم جوه، احشي الحماميه كلها كويس مظبوط. اهم حاجه الحته دي عشان تقف معاكي كده اهو، شايفه بصي بصي اهو بالشكل ده، وتدينا كده زي ايه زي راس الحمام. خلاص، وهفضل احشي كده اهو برده كده. خلاص اخدت معايا برده، نراعي ان هي عشان ما تفتقش، لان الرز بتاعنا ايه اخد 3 ارباع تسويه. خلاص بصوا كده بقى، تعالوا ايه نبرم كده الايه الورك بتاعنا هو. بصوا زي ما انتم شايفين، عشان كده قلت لك لازم تقولي له يحافظ لك على الجلد، وانت كمان بتنضفي حاولي تحافظي على الجلد كده كفايه، لان ايه الوراك بتاعتنا والرز لسه كمان هياخد ايه التسويه بتاعته، فما تحشوش جامد يعني عشان زي الحمامه كده لما بنقول ما تفلقش منك. تمام، هنبدا ناخد كده اهو، بصي تاخدي كده تغطي اهو كده. شوفي انا الاول لميت ايه اللحمه كلها على بعض كده وكده، بص كده قفلتها خالص اهي. هسوي ازاي انا بقى دلوقتي؟ لا انا هربط بايه بخيط ولا هعمل بخله. انا عملت معاكم قبل كده الحمام الكذاب بكذا طريقه، عاملينه مع بعض على القناه، هنعمله النهارده بالفويل بايه تسويه في الفويل. بس طبعا اهي شكل الحماميه، بصوا كده اهي خلاص، بص شكلها كده اهوت. هنعمل ايه؟ هنجيب كيس من اكياس الثلاجه اللي عندك، لو انت ما عندكيش اللي هو الايه الاستريتش راب، فانا عندي طبعا اكياس الثلاجه، انا ما عنديش بصراحه استريتش راب. هاخد الحماميه بتاعتي بالشكل دوت متقفله تمام، وهحطها كده على الايه كيس الثلاجه، انا هعتبره دوت الاستريتش راب بتاعك. تمام كده، هتنضفي بس كده ايه تحتي منك الاول او تحت الكيس بالشكل دوت، وهبدا الف الحماميه بتاعتي كده في الكيس. شايفين هي وانا بلف الحمامه متقفله كلها، ما فيهاش اي ايه حته مفتوحه ولا حاجه ايه خارج منها الرز اهو. خلاص بالشكل ده، خلاص بالشكل ده واتلفيناها الاول عشان طبعا ما تبقاش معانا في ايه على الفويل على طول. هنحط بقى ايه الفويل بتاعنا اهو، هناخد كده الحمامه
اهي خلاص احنا لفيناها وامان معانا في الايه، في الكيس، في كيس التلاجة او في الفويل زي ما قلت لك في الاستريتش راب. وهنبدا نحطها اهي خلاص، وهبدا اخد كده اهو وهلف لفه والثانيه خلاص كده، وهعملها زي البونبونيه بالشكل دوت، وهروح جايبه المقص بتاعي واقص الفويل خلاص بالشكل ده. هسحبيها بقى هي ايه، هتقطع معاكي كده زي ما تقطع خلاص كده، وهبدا اخد كده بالشكل دوت والف الحماميه بتاعتي عشان اقفلها من الناحيتين اهي تمام كده خلاص بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده، قفلت معايا اهي كلها من كل النواحي، ما فيهاش اي حاجه مفتوحه خلاص بالشكل دوت كده. هنلف كل ايه الحمام بتاعنا زي ما وريتكم كده اهوت. طبعا اللي عاوز يتعلم هيعيد مثلا على ايه اللفه مره تاني اللي هي في الكيس وبعد كده في الفويل بالشكل دوت، عشان بس الوقت، لان انا معايا كميه عايزه اخلصها، هلفها كده بسرعه بسرعه خارج التصوير، وبعد كده هنرجع نشوف التسويه بتاعت الحمام بتاعنا. لو بقى كده بصوا ده الحمام بتاعنا اهو بعد ما خلصناه ولفناه كله تمام مية مية. تعالوا بقى نشوف ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هنسوي ازاي. بصوا كده انا حاطه الحله بتاعتي على النار، فيها ميه بتغلي، حطيت فيها ايه، حطيت فيها ليمون زي ما انتم شايفين، حطيت كمان كام ورقه كده من اللورا وحب كده من الفلفل الاسود، وكمان حطيت معلقه من الخل. ليه الخل؟ عشان الالومنيا بتاعتي ما تغمقش معايا من الغليه، وكمان الفويل ما يتاكسدش معايا تمام كده. هنحط بقى ايه، نسمي الله كده وننزل بسم الله الرحمن الرحيم بكمية الوراق بتاعتنا الحمام الكذاب كلها على النار تمام. هحطها كلها لغاية، هنسيبها كمان لغاية التسوية، هتاخد مثلا نقول نص ساعة على النار لحد التسوية، وبعد كده هنرجع نشوف هنكملها ازاي. يلا بعد ما خرجنا الحمام بتاعنا كده وسايبينه بيبرد، هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الوش اللي هندهن، او الدهان اللي هندهن بيه وش الحمام الكذاب تمام. هندهن بايه هنا دول؟ طبعا بص الاول كده انا حطيت معلش الاول معلقتين من الزيت، اظن هما باينين على الوش اهم لوحدهم تمام. دي ايه بقى؟ دي صلصه، دي صلصه طماطم عاديه جدا انا مسبكاها تمام، وبحتفظ كده بكياس صغيره صغيره ان انا احتاجها في اي وصفه زي كده في الفريزر من غير اي حاجه. طماطم كده لوحدها متسبكه وتقيله بالشكل دوت لغايه لما بتاخد السمك ده، او لو عندك كاتشب تمام كده. ناخد نقول مثلا نص كوبايه من ايه، او مغرفه كبيره من الصلصه تمام. هنحط عليهم ايه؟ هنضيف معلقه صغيره من الفلفل الاسود تمام اهي، بعد معلقتين الزيت، احنا حطينا في الاول معلقتين زيت، وكمان معلقه صغيره من السبع بهارات، يبقى فلفل اسود سبع بهارات، وكمان ايه معلقه من البابريكا اهي خلاص كده. يبقى ديت الاضافات بتاعتنا للصلصه، زيت، فلفل اسود، سبع بهارات، وبابريكا. هقلبهم كويس تمام، وبعد كده هنجيب ايه الفراخ بتاعتنا، هنشوفها مع بعض بعد ما نفكها من الفويل وكمان ندهنها. تعالوا بقى كده بصوا ده الحمام بتاعنا اهو. طبعا بقيت الكميه انا بصراحه حطاهم قدام شباك المطبخ يعني عشان ايه يبداوا يبردوا كده معايا واعرف امسكهم. هنا خرجت الفويل بس يا دوب، شلت ورقه الفويل، وكل واحده اهي في ايه في كيس الثلاجه زي ما لفيناها مع بعض تمام. هبدا ارفعها واحده واحده، طبعا دول هديوا شويه يعني بس ما بردوش اللي هم ايه قوي، مش هقدر ان انا ارفعها على ايدي علشان سخنه تمام. فهرفعها كده اهو، شايفين ما شاء الله الحمامه بتاعتي متماسكه ازاي. الصينيه بتاعتي طبعا اهي انا دهنيها، تديها مسحه كده صغيره من السمنه. ليه؟ علشان الارضيه بتاعه الحمامه بتاعتي تتحمر كده وتبقى واخده شكل ايه جميل تمام. هبدا احطهم كده اهو اهو، هرفع كل واحده وهشيلها اهي كده، شايفين ما شاء الله، شايفين الحماميه متماسكه معايا ازاي جميل. بعد ما رصينا الحمام بتاعنا كله بالشكل دوت اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تمام، هنعمل ايه؟ هنبدا ناخد الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها وتدهني بيها الحماميه كلها كده من الجناب بقى كده، مشي الفرشه عليها ومن فوق ومن تحت، وتنسيش الراس بتاعت الحمام اهم حاجه اهو كده اهي بالشكل ده. وبعد كده طبعا هنحط الصينيه بتاعتنا، هتدخليها الفرن
لو عندك بيشتغل فوق وتحت هتشغلي فوق وتحت مع بعض مدة 10 دقايق، ما عندكيش يبقى من تحت كده 5 دقايق بس كده الحمامية تاخد لون كده وتلسوع كده لسوعة خفيفة من الأرضية، وبعد كده هنشغل عليها الشواية من فوق برضو 5 دقايق كمان، تمام، لغاية لما تاخد لون معانا يبقى خدت كده لون من فوق ومن تحت، ونرجع نخرجها ونشوف بقى النهاردة كده غدوة الحمام بتاعتنا ديت عملنا معاها ايه تاني جنبها كده، ونقول لكم عليه ان شاء الله علشان تبقى غدوة كاملة عندك تعمليها ايه لأفراد أسرتك أو لضيوفك زي ما انت حابة. وبكده نكون خلصنا الحمام الكداب بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين كده الصينيه. طبعا انا رشه حبه بقدونس كده على الحمام من فوق. طبعا انت عايزه تحمريه بالشكل ده، هم بيحبوه مقرمش كده الوش بتاعه. انت حابه تخرجيه يكون لسه يا دوبك الطماطم يعني اتشربت بس كده ونشفت خفيف، تمام، مفيش مشاكل. الحاجه دي ترجع لتبع ذوقك في الاكل انت واهل بيتك، تمام كده. انا بس بوريكي الفكره وانت عليكي تكملي وتنفذي اللي بايه اللي بيحبوه. عملنا معاه كمان جنبه ايه حبه رز اصفر كده بالشكل دوت. طبعا الرز الاصفر عملناه كتير مع بعض على القناه، او رز مبهر اللي يريحك اعمليه، تمام. صينيه البطاطس ديت اهيت كده، او طاسه البطاطس ديت بطاطس كده بس بالبصل والثوم والتوابل مش اكتر من كده. زي ما انتم شايفين طعمها وريحتها بيبقى خطير جدا جدا، ان شاء الله اعملها معاكم في مره بامر الله، تمام كده. تعالوا بقى نخرج ايه الحمام بتاعنا ونشوفوا النتيجه بتاعته ان شاء الله هتكون ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. شايفين ما شاء الله الحماميه بتاعتنا عامله ازاي، جميله جدا جدا، بسم الله ما شاء الله كده في الطبق. تكوني هتقدمي كده يعني وعندك ضيوف وحبه بطاطس زي كده مثلا، او حبه بطاطس مقليه برده ما فيش مشاكل، اللي يريحك هتعمليه، تمام بالشكل دوت. شايفين الطبق كده تقدميه ما شاء الله جميل كده، حاجة ايه جميلة كده وبسيطة، وتزيني كده لان زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق، تمام، جميل جدا. الرز بتاعنا برضو خطير، الرز المبهر او الرز الاصفر. انا هوريكم الفلفلة بتاعت الرز دلوقتي. بصوا كده الرز، شايفين ما شاء الله، شايفين الرز عامله ازاي، جميل جدا. ده بالرز المصري بتاعنا العادي خالص، لا هو رز بسمتي ولا اي حاجه، رز مصري عادي، تمام اهو بالشكل ده. هتعمليهم كده هو ده غدوه كده هو ايه، تبقى كده عملتي غدوه، مش ما تحتريش يعني ما تقوليش هعمل ايه مش هعمل ايه، تمام. حاجه ايه بسيطه وسهله جدا جدا. الفراخ عملناها والصينيه والرز دول، احنا عاملين الرز مع بعض قبل كده، وان شاء الله اوعدكم البطاطس دي هعملها لكم بامر الله في فيديو تاني مع بعض ان شاء الله. نسمي الله بقى ونقطع ايه الحمام بتاعنا ونشوف شكله عامل ازاي من جوه والرز مستوي ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا سخن مش قادره امسكهم لان انا لسه ايه مخرجاهم حالا من الفرن. بصوا كده اهو، انا طبعا ايه خرجتها على قد ما قدرت عشان هو سخن، اظن يعني هو واضح ان البخار طالع منه سخن، انا حتى مش قادره امسكه بايدي خالص والله، تمام. طبعا هو كل ما هيهدى شويه يعني ما تسيبوش اللي هو يبرد قوي يعني هي ايه هتلاقيه يتماسك معاكي. بس بصوا شايفه ما شاء الله، شايفه الرز ما شاء الله جميل جدا ومفلفل، واضح طبعا ان هو ايه الرز مش معجن معانا تماما اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا الرز اهو، شايفه الرز طالع معانا واحده واحده ما شاء الله، يعني جميل جدا. اتمنى بقى ان الفيديو ايه يكون سهل وبسيط ويعجبكم ان شاء الله، وتجربوا الحمام الكداب بطريقتنا. لو انت لسه ما عملتهوش اتفرجي عليه وشوفي الفيديو بتاعنا ان شاء الله هيعجبك. وطبعا اختي وحبيبتي لو وصلتي معايا لغايه دلوقتي فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله وسيبكم في رعايه الله وحفظه، واقول لكم سلام عليكم.